مدرسة أم المؤمنين بنزيكان نموذج ناجح لتلقين اللغة الأمازيغية. لغة الأرقام تتحدث بألف أستاذ يغطون المدارس التابعة لنيابة إنزيكان أيت ملول. كي احنا تقرا تمزيغ اللغة الأمازيغية درستها لثلاث سنوات واستطعت اكتساب أبجديتها من خلال التجربة ديالي. نعترف بأن تدريس الأمازيغية سهلة من حيث اللي هو ناطق باللغة الأمازيغية، وقضية أخرى أن الناطقين بغير الأمازيغية بالنسبة للتلاميذ راهما تيستعبوا الحرف الأمازيغي أكثر من اللي ناطقين بها. واضح إذن أن تضاعف الأرقام منذ سنة 2003-2004 في الشق المرتبط بعدد التلاميذ المعنيين باكتساب أبجدية اللغة الأمازيغية، دليل على الاهتمام الذي أضحى يولا للحفاظ على الهوية المغربية في عمقها الأمازيغي. بعد عشريه كامله من 2013 2014 هذه السنه هذه وصلنا اننا نعمموا تدريس اللغه الامازيغيه افقيا وعموديا، بمعنى انه جميع المؤسسات ديال التعليم الابتدائي الان معنيه بتدريس اللغه الامازيغيه، والعدد ديالها هو 83 مؤسسه. كنا في الاول خدينا هو التخصص في هذه المؤسسه لمده سنتين، يعني ان الامازيغيه من الاول حتى السادس، والمؤسسة الآن رائدة في هذا الشأن. هذا إحصائية وزارة التربية الوطنية تتحدث عن 317 مؤسسة انطلقت بها عملية تدريس الأمازيغية. اليوم وصل العدد إلى 4000 مؤسسة على المستوى الوطني.